مقتل ضابط كبير في الجيش اليمني في ظروف غامضة في القاهرة، والسلطات المصرية تباشر التحقيق. لضمان تدفق المساعدات والسلع الغذائية، واشنطن تستثني 5 أنشطة من العقوبات على الحوثيين بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية. بمشاركة 4 دول من الاتحاد الأوروبي تبدأ غدا مهمة حماية الملاحة في البحر الأحمر. المجاعة تهدد آلاف النازحين في مأرب بسبب نقص المساعدات والسكن في مخيمات مهترئة. أهلا بكم من جديد. ملفاتنا في هذه الساعة معظمها يمني، ونبدأ بما أعلنته السفارة اليمنية في مصر عن مقتل ضابط كبير في الجيش اليمني داخل شقته في العاصمة القاهرة في ظروف غامضة. وأقالت السفارة في بيان لها إن اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية وجد مقتولا في شقته بالعاصمة المصرية، مؤكدة أنها تتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في مصر لمتابعة التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث. هذا وقد أفادت مصادر يمنية مقربة من اللواء العبيدي أنه عثر عليه مقتولا طعنا ومكبل اليدين داخل سكنه في القاهرة. اعتبر بليغ المخلافي المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في مصر أن اللواء حسن العبيدي والذي وجد مقتولا في القاهرة يعتبر من أهم الخبراء الفنيين اليمنيين في مجال الصناعة العسكرية وواحد من أهم القيادات العسكرية في الجيش الوطني اليمني. هو بالتأكيد واحد من أهم المصنعين العسكريين ومن أهم الخبراء الفنيين في عمليات الصناعة العسكرية، وله إسهامات في تطوير التصنيع والصناعات الحربية اليمنية ليس الآن فقط، وإنما أيضا هو كان أحد ضباط هذه المؤسسة حتى منذ ما قبل الانقلاب، وبالتالي له إسهامات كبيرة في تطوير العربات المدرعة، له إسهامات في عملية التصنيع العسكري. بالتأكيد هو شخصية مهمة، ويمكن القول أنه واحد من أهم أحد أهم الخبراء الفنيين في هذا المجال، وواحد من أهم القيادات العسكرية الموجودة إذا ما تحدثنا اليوم عن الجيش الوطني والإمكانيات التي المتوفرة لدى الجيش الوطني. في لقاء مع الحدث قال بليغ المخلافي المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في مصر، قال إن السفارة اليمنية في القاهرة تلقت بلاغا عن مقتل اللواء حسن العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية بعد أن وجد مقتولا في شقته بالعاصمة المصرية، مؤكدا أن التحقيقات جارية ومن المتوقع أن تصدر النتائج خلال 24 ساعة القادمة. هو قدم إلى القاهرة في زيارة خاصة قبل تقريبا 20 يوما، وذهب إلى تركيا أيضا في زيارة، ثم عاد من تركيا إلى القاهرة قبل حوالي أسبوع. ما حدث تحديدا أن السفارة تلقت بلاغا الساعة الثانية من قبل شقيقي، الساعة الثانية من فجر هذا اليوم تلقت السفارة اليمنية والجهات الأمنية المصرية بلاغا من قبل شقيقه عن وجوده أو عن العثور عليه مقتولا في شقته. على الفور تحركت الأجهزة الأمنية المصرية، والآن التحقيقات جارية. تم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم بالعاصمة المصرية القاهرة لإجراءات الطب الشرعي، وحسب مندوبي السفارة الذين تواجدوا في مكان الحادثة لم يكن مقيدا، كان مطعونا، وجهت إلى عدة طعنات من الخلف من الرقبة، ووجد مرميا أو ملقيا على أرض الشقة في منطقة الفيصل بمحافظة الجيزة. نتوقع أن نصل إلى معلومات خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله. بالتأكيد الجميع يحرص، سواء الأجهزة الأمنية المصرية أو السفارة اليمنية، نحرص على الوصول إلى نتائج هذه التحقيقات. لا نريد أن نترك الباب مفتوحا للتأويلات وللتخمينات من قبل العديدين. في مقابلة سابقة أجرتها الحدث في نوفمبر من عام 2020 مع مدير التصنيع الحربي في الجيش اليمني اللواء حسن العبيدي، تحدث فيها عن تطوير العديد من الأسلحة والآليات الذي يتم تكوينه بصناعة كثير من المعدات، ومن ضمنها العربات
المصفحة، من ضمنها تدريع بعض السيارات بمجهود خفيف. لا يوجد هناك إمكانيات لكي يتم إنشاء كثير من المعدات والقناصات والقذائف والبندقيات 106 تم تحويلها وحمايتها وتم تطوير هذه القناصات التي ترونها الآن. يعني عفوا عميد، الآن نتحدث عندنا أنواع مختلفة من القناصات، هل تم تصنيعها من وإلى هنا في اليمن؟ نعم تم تصنيعها جميعها ما عدا الناظور. الناظور باختلاف الناظور والرصاص. أما الرصاص هذه عيار 14.5 وهذه قناصة عيار 12.7. وهذه نفس الشيء من عيار 12.7. هذه الأعظم في القناصات وهي عيار 20. إذا اليوم دائرة التصنيع في القوات المسلحة اليمنية لديها القدرة على تصنيع هذه القناصات بأحجامها، وهي قناصات على مسافة تصل إلى 3 كيلومتر. نعم تصل إلى 3 كيلو وإصابات دقيقة، وهي من ضمن الأسلحة النوعية التي فعالة في الجبهات. طيب كنت تناقش معك من ضمن عمليات التصنيع أنكم قمتم بتصنيع هذه العربة وهي من نوع جلال 2، وواضح أن قمتم بتجربتها في الجبهات. نعم هذه من ضمن العربات الدقيقة والإصابة من ضمن تم صنعتها قديما، هذه في قيادة الحرس الجمهوري سابقا، وتم تطوير في الوقت الحاضر بعض منها في تحوير عربات أقوى منها. أكدت فعاليتها في أكدت فعالياتها والحمد لله هي من ضمن أقوى المعارك الذي قامت بها هذه العربات، وتم تطوير المدفع 106. هذا التطوير حمايته، نعم حماية المدفع وحماية الأفراد الذي الطاقم الذي يعمل عليه. معي من القاهرة مراسلنا هناك أحمد عثمان. أحمد يعطينا تفاصيل أكثر عن مسار هذه التحقيقات، إليك أحمد تفضل. نعم أهلا بك محمود، بالفعل يعني هذا الحادث غامض، هناك اهتمام كبير لمعرفة وفك طلاسمه. حتى الآن نحن نتحدث، إذا تحدثنا عن الأطر الرسمية نتحدث عن البيان الذي صدر من السفارة اليمنية في القاهرة، ونتحدث عن انتظار لبيان مرتقب من قبل وزارة الداخلية المصرية. حتى صدور هذا البيان نحن نتحدث عن مجموعة من المعلومات، يعني وفق لبعض المصادر المتعلقة بهذا الحادث كما ذكرت أنت محمود في المقدمة الخبر حول الجثمان وكيف وضع الجثمان وفكرة أن يكون هناك ذبح، أن هذه الشقة بحسب بعض المصادر هي شقة مؤجرة، بأن هناك حديث أيضا بأن كان هناك تأجير لسيارة وهذه السيارة اختفت. كل هذه معلومات تتعلق ربما بمصادر غير رسمية. حتى الآن حاولنا معها أن نفك طلاسم هذه القضية. بشكل عام هناك من لا يريد أن يستبق الأحداث، ولكن هناك من يرجح بأن هذا الحادث بما ملامحه الأولية حتى الآن يشير إلى فرضية أنه حادث جنائي. لا أحد يستطيع أن يقول ذلك بشكل رسمي إلا بعد وجود العديد من التحقيقات، والتي بحسب ما علمنا بأن هناك تكثيف لعمل القوات الشرطة التابعة لمديرية أمن الجيزة لفك هذه الطلاسم من خلال المعاينة، من خلال التفريغ للكاميرات، من خلال الشهود، من خلال أيضا الحديث عن هذه السيارة ومصدر تأجيرها. كل هذه الأمور سيتم تجميعها ربما للوصول إلى خيط من هو المسؤول عن هذه الجريمة، إذا كان شخصا واحدا أو أكثر من شخص. المعلومات تشير بأن دخول هؤلاء الشخصيات إلى البيت في ظل المعطيات الحالية يؤكد بأن كان هناك معرفة سابقة باللواء العبيدي، ولكن حتى الآن هي محاولة تجميع هذه الخيوط. بحسب ما علمنا أيضا بأن هناك اهتمام كبير وأن هناك تنسيقا يتم ما بين السفارة اليمنية والجهات الأمنية هنا لأن يكون هناك سرعة فيما يتعلق بكشف ملابسات هذه الجريمة وكشفها للرأي العام، منعا للتأويلات التي قد تنتشر من هنا وهناك بسبب حساسية الموقع الذي كان يشغله اللواء العبيدي. ومن ثم نتوقع بأنه سيكون هناك ربما بيانات أو بيان سريع قد يصدر من وزارة الداخلية المصرية خلال ساعات لكشف على الأقل بعض الملامح الأولية حيال هذه الجريمة. كان هناك محاولة منا ربما للتصوير من أمام العقار في منطقة بلاء، ولكن بسبب التصريح أو بعض التصريح يعني لم نستطع أن نصور هذا العقار. ولكن نعم. كل هذه التفاصيل المتعلقة بالجريمة، عمل من قبل الجهات الأمنية من الأجهزة الجنائية في محافظة الجيزة، من المتوقع أن يكون هناك صدور ربما بيان يكشف بعض الملامح خلال ساعات مقبلة.
أشكرك أحمد عثمان مراسلنا في القاهرة، شكرا جزيلا لك. وأبقى في ذات الموضوع، معي من القاهرة دكتور علي السراري المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني. دكتور علي، كيفية التعامل مع حادثة بهذه الطريقة وبهذه الأهمية أيضا في إطار العلاقات ما بين الشقيقتين مصر واليمن؟ مساء الخير أستاذ محمود، تحية لك وللمشاهدين الكرام. فعلا كما أشرت بأن الحادثة كبيرة واستهدفت قائد عسكري كبير، وهذا طبعا يعني مدعاة لاهتمام بالغ سواء من الجانب اليمني أو من الجانب المصري. بالنسبة لليمن، بالنسبة لليمنيين وللحكومة اليمنية، نحن نثق ثقة كاملة وكبيرة بالأجهزة المصرية وبقدرتها وكفاءتها واستطاعتها أن تتوصل إلى الحقيقة في أسرع وقت ممكن. هذا الأمر ليس مستبعدا على الأجهزة المصرية، لأنها فعلا ذات خبرة طويلة ومتمكنة، وأعتقد أن كل الحوادث التي تشهدها القاهرة لا تسجل على مجهول، وإنما تظهر الحقيقة بعد فترة وجيزة. ونحن نأمل فعلا أن الأجهزة الأمنية المصرية تتوصل إلى الحقيقة بشأن هذه الحادثة المروعة. طبعا هذه الحادثة هي في الواقع ممكن أن تثير كثير من التوقعات، لكننا لا نريد أن ننخرط في هذه التوقعات، نترك الأمر أو علينا أن نترك الأمر فعلا إلى الأجهزة القائمة على التحقيق، هي التي يمكن أن تذهب نحو التوقعات والترجيحات وأن تجري التحقيقات وفقا لما تراه من شواهد وأدلة. وأعتقد بأن أي جهد آخر هو لن يفيد إلا في التشويش على عملية التحقيق. دكتور علي، الحقيقة يعني أنا سأنقل إليك بعض الاستغراب وكل احترامي وتقديري للسفارة اليمنية في القاهرة. كيف يسمح لشخص بهذا القدر الكبير من الأهمية كجنرال عسكري أوحد أن يسكن في شقة إيجار في حي شعبي في مكان يعني صعب التحقيق الأمن فيه بشكل كافي لهذا الرجل؟ يعني كيف يمكن أن لا يكون بحماية أمنية؟ كيف يترك هكذا في واحد من الأحياء البسيطة في مصر ويتأجر سيارة بطريقة تلقائية ويتعامل مع ناس بهذه الطريقة؟ يعني في الواقع ليس هناك سوابق معينة فيما يتعلق بالأمن الشخصي للمسؤولين المصريين، سواء اليمنيين أقصد، سواء كانوا صغارا أو كبارا. الكل هنا في القاهرة يتمتع بالأمن والأمان، وأظن بأن حالة الأمن الموجودة في مصر هي مطمنة، يعني مطمنة إلى حد كبير. وهذا هو الذي ربما لا يجعل السفارة أو حتى لا يجعل الأفراد أنفسهم وهم مسؤولون في حالات كثيرة لا يجعلهم يهتمون البحث عن حمايات أو عمل حمايات شخصية، لأنه الأمن في مصر هنا مستتب تماما، وكما قلت أنه لا توجد سوابق بحيث أنه فعلا تلفت الانتباه لأهمية أن تكون هناك حمايات من نوع ما. هنا في القاهرة يعيش كثير من المسؤولين اليمنيين، ربما بعضهم أرفع درجة من الفقيد الشهيد حسن الجلال العبيدي، ومع ذلك نلاحظ بأنهم يعيشوا وبدون احتياج حقيقي فعلا إلى يعني حراسات أمنية. لكن ربما هذه الحادثة ستفرض ترتيبات أمنية، مرافق. ربما دكتور علي هذه الحادثة ستفرض ترتيبات أمنية على كبار السياسيين، ليس في مصر فقط، في أي بلد، وهذا
يعني إجراء لا 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 يمس أبدا بأمن البلد المضيف يعني. هذا في الواقع يتوقف على نتائج التحقيقات، إلى أين يعني ستمضي هذه التحقيقات. إذا اتضح أن هذه أن الحادثة تقف وراءها جهات سياسية معينة، فأعتقد أنه لابد أن يكون هناك تعامل مع هذا الموضوع، ولابد من اتخاذ الإجراءات الأمنية التي تحول دون أن يتعرض المسؤولون لهذا النوع من الاغتيالات. طبعا هناك كما قلت أنا توقعات باتجاهات شتى. نحن لا نستطيع الآن أن نقف أو أن نزكي أيا من هذه الترجيحات أو من هذه التوقعات، ولا نستطيع أن ننفي كمان أن ننفي المسؤولية، يعني طبعا بالنسبة لقائد عسكري كبير وذو باع طويل في التصنيع الحربي بل وفي المعارك، أنا أعتقد أنه هو هدف أيضا هدف للخصوم السياسيين وبالذات الجماعة الحوثية، لكننا لا نريد أن الآن نقدم على أي نوع من هذه التوقعات، لأننا فعلا كما قلت علينا أن ننتظر نتائج التحقيقات، وثقتنا كبيرة بالأجهزة المصرية إنها لن تأخذ وقتا طويلا حتى تكشف القناع عن حقيقة ما حدث. بشكرك دكتور علي أسراري، شكرا جزيلا دكتور علي. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: تطبيقا للقرار الأمريكي لتصنيفها كجماعة إرهابية، منصة إكس تعطل حساب الموقع الرسمي للحوثيين في اليمن. ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات، بحثاً عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد، بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً 17:00 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والأمنية في حلف الناتو، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدولي. ووضع العليمي مسؤول الناتو أمام مستجدات الأوضاع الأمنية في اليمن والدعم المطلوب لكبح تهديدات ميليشيا الحوثي والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها، إضافة إلى مبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإحلال السلام والاستقرار وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية.
في إطار العقوبات التي بدأ سريانها على الحوثيين بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية واستجابة لمطالبة الحكومة اليمنية، عطلت منصة إكس الحساب الرسمي لجماعة الحوثيين المدعومة من إيران، واعتبرت وسائل إعلام حوثية تعطيل حساب موقع الميليشيا الرسمي على المنصة مخالفا لكل القوانين، ومشيرة إلى أن هذا الإجراء يكشف ازدواجية المعايير لدى الشركة المشغلة لمنصة إكس. أكدت وزارة الخزانة الأمريكية التزامها بضمان تدفق المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية إلى اليمن، وأصدرت الخزانة الأمريكية دليلا إرشاديا للمساعدة الإنسانية والسلع الأساسية المسموح بتدفقها للشعب اليمني، ويشتمل الدليل على 5 تراخيص فقط يسمح بموجبها بالمعاملات المتعلقة بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية إلى جانب الوقود والتحويلات الشخصية والاتصالات وتشغيل الموانئ والمطارات بنفس وضعها الحالي في مناطق سيطرة الحوثيين، كما يتضمن الدليل توقيف كافة الأنشطة الأخرى في إطار العقوبات التي تستهدف الحوثيين للشعب اليمني واحتياجاته الاقتصادية والإنسانية. يأتي قرار الخزانة الأمريكية بعد إعلان وزارة الخارجية بدء سريان قرار تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية. قال نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن عناصر الحرس الثوري الإيراني متواجدون داخل اليمن ويعملون جنبا إلى جنب مع الحوثيين، ويقدمون لهم المشورة والمعلومات الوافية عن الأهداف وفق تعبيره. كما أوضح أن الدعم الإيراني كان حاسما بالنسبة للحوثيين أثناء استهدافهم للسفن التجارية في البحر الأحمر، وشدد على أن هذا الدعم الإيراني ليس بجديد، قائلا إنه يعود إلى عقد من الزمن حيث قدمت طهران الإمدادات لجماعة الحوثيين على مدى سنوات. من القاهرة المتخصصة في العلاقات الدولية والحقوق الإنسانية الدكتورة وسام بسندوة. دكتورة وسام، أهلا بك. وزارة الخزانة الأمريكية، تذكري في اللقاء السابق معك سألت سؤال لك لو تذكري، ما الذي يضمن أن لا تكون هذه العقوبات تطال الشعب لا تطال الميليشيات الحوثية؟ واضح أنهم سمعوا يعني هذا السؤال. فوزارة الخزانة الأمريكية تقول أنها تضمن تدفق المساعدات الإنسانية، وأعطت ترخيص لخمسة أشياء مهمة لا يمنع عنها المساعدات وبشكل كامل، المواد الغذائية والمطارات والأدوية وكل هذه الأشياء. هل ذلك يكفي دكتورة وسام؟ طيب مساء الخير أستاذ محمود. يعني بعد كده نكون حريصين فيما تقوله، يبدو أنه مؤثر، ونحن نعرف أن ما تقوله مؤثر جدا، لكن أتمنى كمان أن يكون تأثيره أكبر. بالنسبة للقضية الإنسانية، هذا الكرت الذي يتلاعبون به، نحن نقولها من البداية، وخليني يعني مش حقفل الحوار من أول، بس حنقولها، إذا كان هناك أي خشية على الإنسان اليمني وعلى المساعدات الإنسانية، فإن الطريق الوحيد لذلك هو القضاء وإنهاء سيطرة الميليشيا الحوثية على اليمنيين، لأن هي من تستهدف اليمنيين وتستهدف المساعدات الإنسانية وتسبب هذه الأزمة الإنسانية لليمنيين. هذا بداية، هذا المدخل. نيجي بقى لموضوع التصنيف. موضوع التصنيف، إحنا نعلم جميعا أنه إدارة الرئيس السابق ترامب صنفت الحوثيين في آخر 6 أشهر لها، واعتمدت أعلى تصنيف صادر من وزارة الخارجية الأمريكية، من الخزانة الأمريكية عفوا، اللي هو FTO، هي منظمة إرهابية خارجية. يعني يبدو أنه كان هذا التصنيف في إطار النكاية، أو يضعون العصا في الدواليب للإدارة القادمة، لأنه لو كان مأخوذ على محمل الجد لكان اتخذ منذ سنوات، يعني منذ بداية عهد الإدارة السابقة أو في منتصفها، وكان واضح هذا الأثر الإرهابي لهذه الميليشيا منذ البداية، واستهدافها للمصالح الأمريكية أيضا، ليس فقط لليمنيين وتهديدها للمنطقة. الآن تأتي الإدارة الأمريكية، وخلينا نقول الموضوع بعيد كل البعد عن قضية اليمنيين، معروف جميع، يعرف الجميع أنه مرتبط بقضية البحر الأحمر وتأثيره على الملاحة الدولية، وبالأخص استهدافه للمصالح الأمريكية والبريطانية بشكل واضح، وطبعا إسرائيل.
الآن فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، حين أصدرت الخزانة الأمريكية التصنيف السابق اللي هو FTO كانت وضعت قائمة، طبعا كان العالم يثور حينها، والمنظمات الإنسانية اللي هي بين قوسين محايدة واللي هي أكثر ميلا للحوثيين، هذه بعض المنظمات، وبعض المنظمات التي أكثر من مرة للأسف الشديد يعني استخدمت كغسيل لجرائم الحوثيين، وكانت أيضا تتحدث عن قضية المساعدات الإنسانية. بينما في حينها أصدرت الإدارة الأمريكية أيضا استثناءات بما لا يضر بالمساعدات الإنسانية. اليوم يأتي تصنيف هذا اللي هو SDGT، منظمة إرهاب عالمي بشكل خاص يعني وليس دولي. هذا أيضا يعني إحنا لو حنتحدث عن الفروقات بين التصنيفين هذا حلقة مفرد. لكن خلينا نقول إنه إحنا ما زلنا نشكك في هذه، يعني حنقول إنه الإدارة الأمريكية ترى إنه تتدرج في التصنيف في التعامل مع الحوثيين، هي تريد بصراحة أن تتعامل معهم بسياسة العصا والجزرة. أقول لك لماذا؟ لأنه حتى هذا التصنيف الذي نعتبره أضعف كثيرا من الأزمة التي تسببها الميليشيا الحوثية، هي يعني وضعت لهم شهر للتراجع، والآن هي وضعت هذا التصنيف يبدو أنها في مرحلة أخرى تريد أن تلوح بالFTO. أثارها على المساعدات الإنسانية أيضا تحدثنا في اللقاء السابق مع حضرتك عن أنه الحوثيين الآن باستهدافهم الملاحة الدولية وقرصنتهم في البحر الأحمر أثروا أصلا على المساعدات الإنسانية. الآن المساعدات الإنسانية تتأخر، تصل يعني لا تصل في وقتها، تصل ناقصة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء الغلاء الذي يعانيه الشعب اليمني في الداخل، تجارتهم بالسوق السوداء. خليني أقول لك أكثر من ذلك لو تحب. لا تفضلي بالعكس، تفضلي دكتور وسام. أوكي. أيضا خليني أقول لك أكثر من ذلك، الآن هناك استثناءات أيضا من ضمن الاستثناءات التي وضعتها الخزانة الأمريكية أيضا أنه هي استثنت تحويلات الشخصية. طبعا إحنا نقول أنه اليمنيين، اليمن المسكين متضرر في قضية التحويلات الشخصية كما هو متضرر من كل من الميليشيا الحوثية وآثارها عليه، لكن إحنا ما الذي يضمن لنا أنه هذا لا يستخدم لغسيل؟ يعني أي أحد الآن يوما ما سيقول له الحوثيين يحكمون الناس بالعصا والجزرة ناهيك عن العلاقات الشخصية والروابط التي تربط اليمنيين، فعملية التحويلات الشخصية أيضا لن تتوقف. عملت استثناءات أيضا لجهازهم الدبلوماسي وحرية تنقلهم وحركتهم. إذا ما الذي سيتضرر؟ سيتضرر اليمنيين وتنجو الميليشيا الحوثية كالعادة، فتح المطارات، فتح الموانئ، كل شيء مفتوح، يعني لا يتبقى إلا أنهم يسمحوا أيضا بالسلاح، يعني هو السلاح أيضا يهرب أمام مرأة ومسمع العالم. طب دكتور أسامة، أنت ذكرتيني بتصريح بالأمس للدكتور رشاد العليمي للحدث، وكان ده يعني هو تخوفه زاد شوية عن تخوفك. يعني الرجل كان يقول أخاف أن تكون هناك ترضية للميليشيات الحوثية على حساب صفقة، يعني أوقفوا كل ما يحدث في البحر الأحمر وسيكون هناك ترضية لهم من قبل الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم. يعني بشكل شخصي، هل ممكن تتوقعي أن يصل الأمر إلى هذه الطريقة؟ والله من ناحية للأسف الشديد الأمريكان نعم أتوقع، لكن من ناحية الحوثيين يعني أشك أنه يقبلوا إلا تأتيهم أوامر أمريكية. خلينا نعود لكلمة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. هناك نقطة مهمة هو أشار إليها فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، هو طالب ولهم المدة يطالبون المجلس الرئاسي، يطالب المنظمات الدولية بنقل مقرها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهناك ستكون أكثر أمنا وأكثر حرية في التعامل مع الناس المحتاجين لهذه المساعدات الإنسانية، لأننا نعرف مدى يعني بلطجت الميليشيا الحوثية على هذه المنظمات الإنسانية والإتاوات التي تأخذها. يعني هل تعلم أنهم يدفعوا أكثر من ثلثين المساعدات الإنسانية للميليشيا الحوثية بحجة أنها تقدمها للمحتاجين، بينما هي تأخذها للمجهود الحربي، وتم رصد عدد من سيارات الإسعاف التي تلقتها الميليشيا الحوثية من المنظمات الإنسانية تنقل فيها المقاتلين. أيضا خلينا نتكلم بوضوح، المنظمات الدولية أكثر من مرة وأسوشيتد بريس نشرت هذا العملية خلينا نقول الاختلالات التي تحدث داخل المنظمات الإنسانية وتعاون عديد يعني فساد لدى العديد من موظفينها في التعامل مع الميليشيات الحوثية وفي تسهيل نقلهم بعربات الأمم المتحدة وغيرها. فأرى أنه فعلا كما أشار فخامة الرئيس رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأنه نقل المنظمات الإنسانية إلى عدن سيؤمن أكثر عملية. إلى الآن أرى أنه هذا القرار تصنيف الحوثيين SDGT أو FTO لن يؤثر سوى على الناس، لن يؤثر في ضعف الميليشيا الحوثية. الطريق الوحيد لمساعدة الناس هو
استعادة اليمنيين لبلادهم، تمكين نعم. القيادة الشرعية من إحكام سيطرتها، واليمنيين جاهزون في مثل هذا نعم. في مثل هذا الطريق، وهناك يعني طرق أخرى واضحة في هذا السياق. بشكرك دكتورة وسام بسندوة. دكتورة وسام شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه. قبل بدئها غدا تفاصيل الخطة الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاما لأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. معارك ضارية ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من المساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ تبدأ غدا الاثنين القوى البحرية للاتحاد الأوروبي في مهمة جديدة لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ويشارك في هذه المهمة الأوروبية دول فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، اليونان، على أن تلتحق بها دول أخرى. وأشار مسؤولون أوروبيون من هذه الدول إلى أن المهمة ستكون دفاعية بحتة بتوفير درع وقائي للسفن التجارية لضمان مرور آمن للبضائع عبر البحر الأحمر. من جهتها رحبت مجموعة الدول 7 الصناعية بالمهمة الأوروبية، وأشادت أيضا بعملية حارس الازدهار بقيادة واشنطن، مؤكدة أن هجمات الحوثيين تنتهك القانون الدولي وتهدد الحقوق والحريات الملاحية. الدول الأعضاء في مجموعة 7 جددت إدانتها للهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وفي خليج عدن، مبرزة أو موضحة أن استمرار إيران في توفير الأسلحة والعتاد للحوثيين أدى إلى زيادة التوترات في المنطقة بشكل خطير. من لندن ينضم إلينا الأستاذ براء شيبان، عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني السابق، زميل مشارك في المعهد الملكي البريطاني للدفاع والأمن. الأستاذ براء أهلا بك. كيف يمكن النظر إلى هذه المهمة في ظل وجود قوتين، يعني قوة أمريكية موجودة بالفعل تعمل وقوة بريطانية تعمل، وبالتالي هذه قوة أوروبية رفعت شعار الدفاع على الهجوم، يعني إن هناك هجوم على السفن الأوروبية ستتدخل، إن لم يكن هناك هجوم للسفن الأوروبية لن تتدخل. وبالتالي هناك أسئلة كثيرة أستاذ براء مطروحة على دور هذه القوة الأوروبية، هل هناك تنسيق بينها وبين الأمريكيين والبريطانيين، يعني يعملون تحت شعار واحد، أم أنها قوة مختلفة تماما عن الأمريكيين والبريطانيين؟ نعم، في حقيقة الأمر أنا تابعت بيان الاتحاد الأوروبي. لا يزال الاتحاد الأوروبي ردة فعله أنا أعتبرها ضعيفة، بطيئة وغير فعالة.
ولا تدرك حجم المشكلة على المدى البعيد. التعامل مع أزمة الحوثيين أنها أزمة بدأت في نوفمبر مشكلة كبيرة لا تتطرق إلى عمق المشكلة التي ستطال المجتمع الدولي على المدى الطويل. هناك قصور في فهم صانع القرار الأوروبي يريد أن يتعامل مع المشكلة أنها فقط مشكلة بحرية بدون التعامل مع مشكلة وجود ميليشيات تسيطر على السواحل اليمنية، تسيطر على ميناء مهم مثل ميناء الحديدة، والتعاطي مع كل ملف على حدة. إلى الآن لا يزال التعاطي أنه يضغط على الأطراف اليمنية، يضغط على الدول التحالف العربي على أنهم يجب الإسراع في يعني توقيع اتفاقية سياسية مع جماعة الحوثيين رغم المخاطر التي يعني تبرزها جماعة الحوثيين يوما عن يعني كل يوم الآخر تثبت أنها جماعة غير جادة بعملية السلام ومستعدة أن تضع كل العملية السياسية على خطر لمجرد فقط أنها تثبت حضورها. مسألة اعتراض الأسلحة التي كانت تتم على مدى سنوات طويلة، أنا لا أدري ما الذي كانوا يتوقعون هذه الأسلحة كيف كانت ستستخدم. أنت لديك أسلحة بحرية، لديك ألغام بحرية تم وضعها على مدى سنوات طويلة، لديك طائرات درونز هجومية استخدمتها إيران في عدة مناطق في المنطقة العربية، والآن تزودها الجماعة الحوثيين. أنا لا أفهم حقيقة المنطق الذي ينطلق منه صانع القرار الأوروبي عندما يريد أن يتعامل مع كل ملف على حدة ويتعامل باستخفاف مع عدم وجود الدولة اليمنية. غياب الدولة اليمنية هي أساس كل المشكلة، مشكلة البحر الأحمر ومشكلة وجود الميليشيات هي مشكلتها الأساسية غياب الدولة اليمنية. عدم تعزيز سلطة الدولة ستسبب مشاكل كبيرة لن تستطيع أن تتعامل مع هل صدفة أستاذ براء هل صدفة أن الأمريكيين لم ينسقوا مع الشرعية والدولة اليمنية والأوروبيون لم ينسقوا حتى اتصال بأنهم سيأتون إلى البحر الأحمر ويكون لديهم، ولا البريطانيون أيضا؟ هل تعتبر هذه كباحث يعني سياسي، هل تعتبر هذه صدفة أم هناك وحدة موقف؟ أن هناك لخبطة كبيرة، هناك لغط، هناك عدم وضوح رؤية. أنت إذا لاحظت بيانات الولايات المتحدة تختلف عن بيانات بريطانيا، بل بيانات الولايات المتحدة وبريطانيا مختلفة تماما عن بيانات الاتحاد الأوروبي. كل واحد يريد أن يتعامل مع المشكلة من المنظور والمنطلق الذي ينطلق منه هو، ولا ينظر المشكلة من الأساس. المشكلة الأساسية هي عدم أو غياب قدرة السلطة اليمنية في أن تحكم سيطرتها على الموانئ. وإذا لم تتعامل مع هذه المشكلة بجدية كافية ستتعامل مع مشكلة طويلة الأمد. هذه مشكلة لن تنتهي لا في شهر ولا في شهرين. نحن نتحدث عن مشكلة ستلاحق المجتمع الدولي على مدى سنين قادمة، وهذه الاستراتيجية كانت تعلم بها إيران منذ البداية، ولذلك هي كانت تهدد في أنها سوف يكون لها تواجد في البحر الأحمر منذ بداية الأزمة اليمنية. المشكلة لم تبتدئ فقط في نوفمبر، هي مشكلة ابتدأت منذ العام 2015، منذ اللحظة التي أعلنت فيها إيران أنها تسيطر على 4 عواصم عربية. يعني هو في وحدة موقف، يعني هو في وحدة موقف أوروبي أمريكي، وليس هناك ارتباك فيما يتعلق بالتعامل مع الشرعية، أنهم جميعا لم يتم التنسيق. وهذا ما قاله الدكتور رشاد العليمي، أنه لن تكون هناك إنهاء لهذه الميليشيا إلا إذا تم التنسيق مع الشرعية ومع المجلس الرئاسي، وتم استعادة المناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. وهنا سؤال عن الجدوى، يعني إلى أي حد يمكن التعويل على هذه الفكرة؟ هل هي فكرة إنهاء أو إضعاف؟ يعني هل جاءوا لإضعاف الميليشيا أم للإنهاء على الميليشيا؟ التعامل الآن مثل ما أنا أقرأه هو تعامل آني، هو تعامل فقط لصد هجمات آنية تحاول أنها تردع جماعة الحوثيين، تعتقد أنها سوف تقضي على بعض المقدرات وأن جماعة الحوثيين سوف تتراجع، لكنها لا تتعامل مع أصل المشكلة
ولا تتعامل حتى مع حتى مسألة الإضعاف. أنا لا أعتقد أنهم يتطور بهم الخطاب إلى مسألة إضعاف الحوثيين، بل أنهم يتحدثوا بشكل واضح أنهم لا يريدوا أن ينخرطوا في صراع مع جماعة الحوثي، ولا أن يمكنوا الحكومة اليمنية يعني بالدرجة التي تمكنها هي أن تقوم بالمهمة المطلوبة. ولذلك هذا الضغط وعدم وضوح الصورة أنا أعتقد أنه سيدفع ثمن المجتمع الدولي على مدى سنين طويلة قادمة إذا لم يتجاوز هذه المشكلة الآن، والوقت لا يمشي لصالح المجتمع الدولي. طيب أنت في لندن وقريب من يعني تعرف ماذا يدور، هل في نيتهم أنهم يتواصلوا؟ لأنه الحقيقة نحن أمام قضيتين مختلفتين. القضية الأولى أن الغرب وأمريكا يريد تأمين سفنهم في البحر الأحمر ولا يريد حل الملف اليمني أو القضية اليمنية. كيف يمكن نقل هذه الاهتمام من مصالحهم هم الشخصية متعلقة بالمرور المائي في البحر الأحمر إلى حل القضية اليمنية بشكل كامل؟ هي إشكاليتين. الإشكالية الأولى أنهم يعتقدوا أنهم يجب أن يتجنبوا أي اشتباك مباشر مع إيران، مع إيران وميليشياتها في المنطقة. النقطة الثانية يعتقدوا أن الحل السياسي لا يزال ممكن، وأنهم سيتمكنوا من الضغط على الأطراف اليمنية لتوقيع اتفاق، وهذا سوف يعني بطبيعته يقلل المخاطر. جماعة الحوثي تدرك هذا التخبط الذي يحصل لدى المجتمع الدولي، وتدرك ان المجتمع الدولي الان في حالة ضعف وليس في مرحلة قوة، ولذلك يخططوا ان يكون لديهم نفوذ ويعني أوراق ضغط كبيرة على المجتمع الدولي على المدى الطويل وليس على المدى القصير. أي أن جماعة الحوثي لا تبحث عن مصالح أو عن فوائد آنية أو تحاول أن تبتز لمصالح يعني قصيرة المدى، هي تريد أن يكون لديها أوراق ابتزاز وضغط على المجتمع الدولي على المدى الطويل، بحيث أنه كلما تريد أن تحتاج شيء من المجتمع الدولي بإمكانها أن تلوح بمسألة أمن الملاحة في البحر الأحمر. يعني أستاذ براء، أشير لبعض العواجل أو بعض التصريحات للقيادة المركزية الأمريكية، قالت تصريح شديد الخطورة، أنا أريد رأيك. يعني تقول أنه لأول مرة الميليشيا الحوثية تستخدم غواصة مسيرة، يعني زي ما في طائرة في السماء تطير وتم التحكم فيها بالريموت كنترول وهي محملة بالمتفجرات، وصلوا إلى أن في غواصة مسيرة تسير تحت الماء يتم التحكم فيها بالرموت وهي محملة أيضا بالمتفجرات. القيادة المركزية الأمريكية تقول هذه المرة الأولى التي يشاهدون فيها هذا النوع من السلاح. انطلاقا من هذا الذي وصلت إليه الميليشيات الحوثية، هنا سؤال عن توقعك لأمد إطالة أمد الحرب في البحر الأحمر أو عسكرة البحر الأحمر. أنا أعتقد أنه للأسف عسكرة البحر الأحمر مسألة ستطول. النقطة الأساسية مسألة استخدام غواصة، هذه غواصة مسيرة. نعم، غواصة مسيرة مثل الطائرة المسيرة، لكن هذه إمكانية تمتلكها إيران، وهذه هي يعني مشكلة أخرى. لا يزالوا يعتقدون أنه بإمكانهم فصل جماعة الحوثي عن الممول الرئيسي أو عن الذي يدفع هذه الجماعة وهي إيران. ما دام لدى إيران هذه القدرة سيكون لدى ميليشياتها هذه القدرة، وما دام أنها تستطيع أن تغلق مضيق هرمز ستكون لدى جماعة الحوثي القدرة على أن تغلق مضيق باب المندب. نعم. بشكرك أستاذ براء شبان من لندن. أستاذ براء شكرا جزيلا لك. شكرا. تعمل السلطات اليمنية في محافظة مأرب على خطة استجابة طارئة لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان والنازحين في ظل استمرار تفاقم الأزمة ونقص المساعدات الإنسانية. وتعاني مأرب من نقص حاد في الموارد والخدمات بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية. وتعتبر مأرب أكبر محافظة استقبلت نازحي حرب الميليشيات الحوثية، حيث يتواجد فيها أكثر من 1,000,000 نازح تسببوا في ارتفاع إيجارات المنازل في ظل أزمة اقتصادية حادة، مضطر كثير من النازحين للانتقال للسكن في مخيمات تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية.
محافظة مأربة استقبلت النازحين من جميع محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد سكان المحافظة حدود 3,190,000، في موزعين هذا النازحين على 230 مخيم. يعانوا الكثير من الاحتياجات نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكذلك الحرب الذي أثر كثيرا على هذه الأسر. مع انتهاء 2023 بعض ملاك العقارات رفع في البيوت، فاضطر بعض النازحين أن يخرجوا من البيوت إلى المخيمات، وذلك إما بسبب تراكم الإيجارات عليهم أو بسبب الرفع، وهذا شكل ضرر كبير على الأسر النازحة داخل المحافظة. ما يزيد عن أو ما يقارب من 6,000 أسرة اللي أحصيت في عام 2023 خرجت إلى المخيمات. وعندما نزور تلك المناطق وعندما نلامس الاحتياجات نجد أن أبسط الأمور كل نازح يحتاجها، سواء من الفرش البسيط والبطانية أو المساعدات الغذائية من سلة غذائية أو غيرها، والاحتياجات التعليمية التعليم، وخاصة في ظل هذه الأوضاع كثير من الأطفال حرموا من التعليم بسبب قلة الإمكانيات وشح الإمكانيات، أدى كذلك إلى أن المدارس عدد المدارس لا تفي بالعدد المطلوب. أعلنت صحة محافظة الحديدة اليمنية أن عدد المصابين بالملاريا في المحافظة أخذ في الارتفاع، مؤكدة أن مراكز المحافظة الصحية تسجل ما لا يقل عن 8,000 إصابة في الشهر الواحد. ودعا مسؤول في صحة الحديدة الجهات المختصة إلى بذل مزيد من الدعم لإزالة المستنقعات وبؤر المياه الآسنة المنتشرة في المحافظة، والتي تتسبب في انتشار المرض، وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأمراض والحميات الوبائية. محافظة الحديدة هي محافظة تقع على ساحل البحر الأحمر، يصب فيها العدد الكبير من الأودية، ولذلك هذه الأدوية أصبحت تشكل أو مسار الأدوية أصبح يشكل مصدر وبؤر لانتقال الأمراض. حتى عليك بتدك الأسبوع من كثرة حمام مرارية، ما فيش حق مرارية ولا حق التهاب، تابولي ورقة راح تشتري ولا يبيس إنني أشتري ولا أشتري. سجلوا كانوا سجلوا ضاكو وعالجوا ولا عالجوا لي ولا يبولي حق مرارية ولا يبولي شو يقول ولا عافين. حق مواصلات ما معيش للعدان ولا المخاولة. تتزايد مؤشرات اتساع رقعة الجوع في اليمن مع الأحداث التي تسببت بها الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر، فمع تقليص برنامج الغذاء العالمي المساعدات الغذائية على 4 ملايين يمني بسبب نقص التمويل، حذرت منظمة محلية ودولية من تعثر وصول المساعدات إلى الموانئ اليمنية وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين والشحن. لم تعد سلام مرزوق تتذكر موعد آخر معونة تسلمتها من برنامج الغذاء العالمي، وهي من العائلات التي حرمت من المساعدات في مخيمات مأرب اليمنية بدعوى نقص التمويل. 4 ملايين يمني أعلن البرنامج حرمانهم من الغذاء في عموم المحافظات اليمنية. تقليص جاء بعد تصريح مصدر أممي بقبول الحوثيين لاستئناف عملية الصرف حسب الخارطة الجديدة، والتي سوف تتأخر 4 أشهر بسبب خلو المخازن من الغذاء منذ أواخر العام الماضي. ما حصلتها من الشرطة تتقذبها بيومها، ما ازدركش أي حاجة. 2003 روحت وقذبها بيومها غدا إيالك مسكة. طيب والمساعدات من المنظمات ما يدوليش أي شيء، لا يدولي مساعدات، لا يدولي فرشة العيال، لا يدولي لهم دفاع ولا حاجة. اللهم لا الحمد، ولا طحان ولا استرف من حق المنظمة أي حاجة. التصعيد الحوثي في البحر الأحمر واستهداف الملاحة الدولية حذرت منظمات إغاثية في اليمن من تداعياته وتسببه في ارتفاع نسبة الجوع مع ارتفاع تكاليف الشحن التجارية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، كما تؤكد المنظمات الأممية. بعض الأسر إني تنزل لعندها يقول لك أنا عشيت عيالي وما صبحتهم، غديت عيالي وما صبحتهم ما عشيتهم. تشوف أوضاع أنها تشوف حريم تشيل الزيت بالمئتين ريال، كم يقع لها؟ تشيل الطحين ب1200 الكيلو، الكيلو كم يدي لها؟ كم يدي 3 حبات رغيف؟ ما تروح لا معها 10 وهي مأرملة،
كم يدي لها؟ بعض الناس اضطرت انها تاكل من برميل القمامه، يسيروا بعد المطاعم هناك وياكلوا من برميل القمامه. لم يخفي برنامج الغذاء العالمي الصراع المتواصل مع الحوثيين حول تحويل المساعدات لأنصارهم، مع إمهال الموظفين الأمميين حتى 20 من الشهر الجاري للمغادرة، لتتكشف بذلك حقيقة محاولة السيطرة الكلية على ملف المساعدات بحسب مسؤولين محليين. محمود الحميدي، الحدث، مأرب. وصلنا إلى ختام هاتين الساعتين، ركزنا خلالهما على الملف اليمني بكل أبعاده السياسية والاقتصادية. في الختام لكم دائما تحياتي وإلى اللقاء. We'll be right back.